أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. يتميز بالمسيح أن له سلطان فائق وقدرة فائقة أيضا. فالمسيح طبعا كان شخص حقيقي له مصداقية، وواحدة من الشهادات الكثيرة هي شهادة أعماله وطبعا حياته. أعماله كان يفعل المعجزات الخارقة، معجزات قوية جدا أمام الجميع. فكان له سلطان أن يهدئ الرياح والعواصف، أن يخرج الشياطين، أن يقيم الموتى، يشفي المرضى، وحتى كان له قوة على العناصر مثل تحويل الماء إلى نبيذ والمشي على الماء وهكذا. ولكن في هذه الحلقة رح نتكلم عن اللمسة المطهرة، والمقصود معجزات المسيح في تطهير الأبرص أو البرص الكثيرون كما يقول العهد الجديد. وهذه معجزات تظهر قدرة المسيح وسلطان يسوع المسيح على كل شيء. فهو نبع القداسة، هو نبع الطهارة الذي لا ينجسه برص أو موت أو أي مرض، ولكن لمسة واحدة كفيلة أن تشفي وأن تطهر وأن تحرر الإنسان كاملا. فابقوا معي لأنه رح نتمتع ونشوف قدرة المسيح على تطهير البرص، وشو الدرس اللي ممكن نتعلمه في هذا الموضوع. سأعود بعد قليل.